بوتين هو أدخل الآن الشيطان الروسي أو الشيطان الثاني، صاروخ خطير للغاية على أعلى المستويات، حتى الغرب قلق من هذه المسألة. بتقديرك إلى أين ممكن أن تتصاعد هذه الأمور، وما الذي يريد أن يبينه بوتين للناتو ولدول العالم هنا؟ أولا شكرا لاستضافتي في برنامجكم، دائما ما يشرفني ويسعدني أن أكون معكم. حاليا نحن أصبحت الآن سنة ونصف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ويبدو أن هناك بعض الأمور الحدية في هذا النزاع، والطرفين يبدوان وكأنهما يحاولان أن يأخذا أو يقوما ببعض الأفعال من أجل أن يدفعوا بالزخم باتجاههم. هناك حديث متزايد عن أن الأوكرانيين، يمكن أن أقول، يحاولوا أن يأخذوا أو يستعيدوا جزيرة القرم، وكذلك هذه الحرب لبعض الحدود يمكن أن تدخل الأراضي الروسية. وحاليا القيادة في موسكو تحاول أن تؤسس رد عن أقوى. البرنامج كما ذكرت في برنامجك سيدي، هذه الصواريخ العابرة للقارات النووية لديها القدرة أن تحدث غيمة بحجم بشكل الفطر وتصل لعدة دول فقط بثواني، وكما قلت يمكن أن تصل إلى تكساس فقط في 14 دقيقة. هذا تدمير كبير جدا للقدرات العسكرية الروسية. أنا لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن يغير هذا القرارات التي يقوم بها صانعي السياسة الغربية واتجاههم تجاه هذه الحرب الأوكرانية، ولكن من الواضح أن بوتين يحاول أن يرسل هذه الرسالة حول قوته، ويحاول أن يردع الأوكرانيين وكذلك الحلفاء من الناتو والآخرين من أن يقوموا باستفزاز موسكو.